الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم فانه فإنه الصراط المستقيم صراط المستقيم فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا كده خلاص. في 10 دروس سابقة موجودة في النت. وطبعا وقفنا في الشرح إلى قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون، وتكلمنا بأن الله تعالى، ولذلك قال هو سبحانه. سبحان هو مفعول مطلق، أسبح سبحان، والتسبيح معناها التنزيه، وهو تنزيه الرب الجليل سبحانه جل في علاه عما ادعاه أهل الكفر وأهل الضلال بوصف الله جل في علاه، بما يتنزه الله عنه، بوصف الله، وصف الله تعالى بما يتنزه الله عنه، وتعالى الله علوا كبيرا عظيما عن قول هؤلاء الكافرين، كمثلا قول اليهود والنصارى في التنقيص من قدر الله جل في علاه، يعني لو يعلمون ذلك. اليهود قالوا يد الله مغلوله، والله تعالى انكر عليهم في كتابه وقال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لذلك قال هو سبحانه منزه الله جل في علاه. قال اليهود قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وهذا ايضا فيه وصف الله تعالى بالنقص، وسبح الله ونزه الله نفسه عن ذلك. وايضا النصارى قالوا بان عيسى عليه السلام، قالوا بانه ابن الله، نعوذ بالله من الخذلان. وعيسى نفسه قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الذي في الصحيحين قال الله تعالى يشتمني ابن آدم أو قال يؤذيني ابن آدم، وفيها أنه نسب الولد لله في علاه، قال وأنا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. فهؤلاء الأفراخ اليهود والنصارى، هؤلاء الجهمية وهؤلاء المعتزلة الذين ينسبون النقص لله جل في علاه، فإنهم يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، والعباد كلهم خلقوا أفعال أنفسهم، جعلوهم جميعا خالقين مع الله جل في علاه. أيضا مع نسبة النقص لله جل في علاه فقد نسبوا لله الظلم. من الفرقة التي نسبت لله الظلم؟ السؤال لهم، من الفرقة التي نسبت لله الظلم؟ ممتاز يا دكتور تامر، ممتاز. الجبرية، من المفروض أنتم جميعا كنتم كذلك، غفر الله لكم. الجبرية هم يقولون بأن الله جل في علاه خلق العباد فجبرهم على مثل ما يفعلون، فكيف يحاسبهم؟ وهم الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك أن تبتل بالماء. وهذا الخبيث التعيس البئيس صاحبهم وهو بشر المريسي، هو الذي لما سمع قول الله جل في علاه عندما أنكر إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت، محامي إبليس هذا. فإذا لابد أن يعني لابد أن يكون هذا الباب ظاهر عند الإخوة، وإلا أنا دائما أقول بوابة العلم إتقان العقيدة، أصل الأمر بوابة العلم إتقان العقيدة. فالحاصل في هذا الباب نسبة النقص لله جل في علاه، ذلك قال هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، فيما وصف وسمى الصفة والاسم، دلوقتي الصفة والاسم بينهما عموم مخصوص، صحيح؟ لأنه تعرفون ولا ما تعرفون؟ ما العلاقة بين الاسم والصفة؟ سؤال للإخوة طالما كده، دي الوسطية ليست بالهينة. ما العلاقة بين الاسم والصفة؟
معقول معقول. لا ده في ممتاز يا حاتم وفي يعني اكسلنت، صح بيقولوا كده؟ طيب ممتاز. حاتم اصلا هو قارئ الوسطيه هناك الدروس. نعم، فنسال الله ان يجعل ذلك ميزان حسناتي. دكتور تامر خلاص بقى يعني تشبع معنا بالتوحيد ابن خزيمه منطلق انطلاقات عاليه جدا. نعم، كل اسم صفه والعكس. ام اسماعيل ايضا اتت بهذه الاجابه صحيح، كل اسم يتضمن صفه. نعم، عامه كل اسم صفه والعكس، كل اسم صفه والعكس. والمعنى بان مساله طبعا صايب من بوادر من فوارس الميدان ايضا، صايب ده تونسي حي هلا باهل تونس باسرهم من اجل صايب. اقول بان العلاقه بينهما كل اسم صفه والعكس، وان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الصفات اوسع من باب الاسماء. ولاننا نقول بان اسماء الله جل في علاه اعلام وصفات واوصاف، ان اسماء الله جل في علاه اعلام وصفات واوصاف، فكل اسم صفه ولا عكس. والمعنى بانك تقول بان الاسم لابد ان يتضمن صفه ويستلزم صفات اخرى. اذا قلت الحي فهذا اسم من اسماء الله يتضمن صفه الحياه، يستلزم القدره، يستلزم الاستواء، يستلزم المحبه، يستلزم الغضب. لكن كيف؟ في احد يعرف؟ اصبر طبعا نشوف. تعرف اصحاب الغرام؟ هات شوف. لا ما في، ما انا ما سالت الا انا اعرف ان هي ستتعبكم. كيف ده انا خليتها تستلزم صفات كثيره جدا؟ القياس الاولى على القياس الاولى على الانسان الحي بيغضب، فمن باب اولى اريد كلمه واحده في هذا الباب. طيب ما هو انا قلنا هذه كلها صفات تستلزم كل هذه الصفات، لما نعيم اتى بها الباشمهندس نعيم اتى بها؟ طب 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 انا ساقول اللي هو قاله وانت اللي انت قلته، وصبري ده من بني جلدتك من بني حارتك، ده خليه منصف. باشمهندس نعيم قال لانه حي وصفات كمان الحي كذلك. هو طبعا لابد له من زياده، وهي انه ما من حي الا ان يكون فعالا. هذا هل ده قاله هذا الرجل او قاله هذا الرجل؟ ها خلاص انتهى الموضوع، سكته بقى. والا دعك من هذا الآن، هو قال خلينا في الإنصاف، قال لم يقل ذلك. ولذلك أنا 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 الآن أتعب جدا، لأن صراحة كتب السلف كثيرة شرحت للإخوة والإخوة أتقنوها، فالمفروض المسائل دي أنا لا ألوم، لكن المسائل دي وجب عليكم أنتم تكونوا من أتقن الناس فيها. فهو ما دام حيا إذا فعال، يبقى تستلزم هذه الأفعال صحيح. فهو يحب ويعطي ويمنع ويضر ويستوي وينزل ويجيء في المخلوق. ما ماشي، ما هو ده بقى ده دي مرتبة ثانية صحيح ولا لا؟ أتيت بالأصل حتى تدلل له؟ هو أخطأ في هو صبري مش ما يحب سعيد، لا هو صبري يخاف من شوف ايش يقول الدكتور تامر ايضا معكم الان، بيقول رفقا بابناء مسجد التوفيق لا فضل علينا. ماشي، لكن الحق لابد ان تكونوا اتقن الناس في هذا الباب. نعم، فاذا هي الاسماء، اسماء الله اعلام واوصاف، كل اسم يتضمن صفه ويستلزم صفات اخرى، كل اسم يتضمن صفه ويستلزم صفات اخرى. لذلك قال فيما وصف، قد جمع فيما وصف وسمى نفسه، فسمى نفسه، وهذه فيها دلاله واضحه جدا على مساله يلفت اليها الانتباه شيخ الاسلام. ايش هي؟ اصبر بقى، انا اريد بناء عقيده حقا عند الاخوه دي درسوا معنا فقه فقط واصول، ما درسوا معنا العقيده. هنا كلام ابن تيميه والله يوزن بالذهب. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بل نفي والإثبات. هنا يلفت الانتباه لمسألة مهمة، ما هي يا دكتور تامر؟ سيب المسألة للإخوة الله يهديك، الحمد لله أن محمود علي أتى بها. تامر شوف طلقات نارية سريعة. نعم، هذا يلفت الانتباه لمسألة توقيفية، أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يصح أن يقال بأن الأسماء مشتقة
هذا صح، وهذه نوع الحاد، هذا نوع الحاد، من اجتهد به فقد أخطأ ولا صح. والسلف لم يقولوا بالاشتقاق، وإن نقل عن بعضهم ما يوهم ذلك فهذا وهم وليس فيه التصريح في مسألة الاشتقاق. فالأسماء والصفات توقفية، الأسماء والصفات توقفية، وهذا أمر مهم جدا في هذا الباب. لذلك الشيخ الإسلام تيمية أراد أن يلفت الانتباه إلى ذلك بأنه سمى نفسه ووصف نفسه، فهي ليس مسألة الاشتقاق. أيضا المسألة الثانية من الأهمية بمكان، وهي في قوله بأنه وصف نفسه وسمى به نفسه في الكتاب أو في السنة أو إجماع للسنة، قال بين النفي وبين الإثبات في هذا الباب على أنه توقيف. وهنا لفت الانتباه للمسألة الثانية، وأنه لا يصح نفي صفة من صفات الله جل وعلا ولا ردها إلا أيضا بدليل. لذلك الكلام المهم الذي لا ندري ما يقال به لا يصح رده مطلقا ولا يصح قبوله مطلقا. وأيضا إن جاءت صفة لم نرى في الكتاب نفيا لها ولم نرى في السورة نفيا لها، التوقف فيها هو الأولى. ولذلك لم إذا قال قائل لله أذن فما عليك إلا أن تقول توقف أسكت لا أعرف لا أتكلم. هذا هو، من نفى فقد تجاسر ومن قبل فقد تجاسر، لأن الأسماء توقفية والصفات توقفية. صحيح قد يكون لله، قد يتصف الله بذلك. يبقى أنت الآن لو تكلمت بالقبول تقدمت بين يدي الله ورسوله، لو تكلمت بالإنكار تقدمت بين يدي الله ورسوله. في هذا الباب ما عليك إلا أن تسكت. لذلك قال في النفس وفي النفي والإثبات، فلا تنفي إلا ما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسائل دقيقة جدا، لذلك ترى الإمام ابن تيمية يلفت الانتباه إليها بأهمية. ولذلك أنا أقول هذه مسائل لا يصح هذه المسائل السكوت عنها أو التهاون في أن تتعلمها. قال وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وقلنا التوقيف الدلالة عليه قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال الله تعالى جمع بين النفي والإثبات، قال ليس كمثله شيء، وقال في النفي ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، وقال أيضا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب، قال وما كنا غائبين. فهذا كله في أبواب النفي، هذا كله في أبواب النفي. وفي أبواب الإثبات قال وهو السميع البصير، قال وهو الحكيم الخبير، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا نفي. فلكن قال في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد. أيضا قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه دلالات واضحة جدا على مسألة النفي والإثبات التي قال بها شيخ الإسلام، قال قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي وبين الإثبات. وهذه مهمة جدا، وهذه يعني تستطيع أن تقول هذه هي هي هي, هي الطريق الأصيل في سير أهل السنة والجماعة في المعتقد. هذا هو الطريق الأصيل في سير أهل السنة والجماعة في المعتقد. لهما عينان جميلتان، فإنه يثبت حين الإثبات دون التشبيه، وينفي حين النفي يعني دون فيه بالتنزيه مع إثبات كمال الضد. لذلك العلماء يقولون هنا آداب من القرآن قد بيانها الكتاب في مسألة النفي ومسألة الإثبات. أما في الإثبات فلا بد من التفصيل، والتفصيل لأن الكمال كل الكمال لله جل في علاه. لذلك قال ولله الأسماء الحسنى، وأيضا عدد الله صفات الكمال له في كتابه، قال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعدد عند الإثبات يعدد صفات الكمال، وعند النفي ينفي مجملا. والنفي الإجمالي هنا أدب، لأنه ليس من الأدب أن تعدد النفي، لأن النفي نقص، فليس من الأدب أن تعدده. ولذلك كان الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية كان يقول لو دخل الوزير أو العامل على الأمير وقال له
أنت أنت لا يدانيك أحد، أنت لست بكذاب، أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست لست، لابد أن يعذره، هذا فيه سوء أدب، كأنه فيه ما فيه من التلويح من النقص. فلذلك قال أنت أنت من الكمال بمكان، ولا نقص فيك ولا عيب. إذن النفي عند نفي الإجمال، وقد يكون النفي على التفصيل لا الإجمال في حالة استثنائية. ما هي؟ عند المناظرة عند الرد. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ هو ده بقى نريدها نريدها يا أستاذ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شد إدا تكاد السماوات أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن. فعند المناظرة وعند يجدر بذلك التفصيل للرد على الرد على المخالف في هذا. لكن الأصل عند النفي لابد من الإجمال وهذا الأدب. ومن الأدب الثاني بعد الإثبات بالتفصيل والنفي بالإجمال، فعند النفي لابد من إثبات كمال الضد. فعند النفي لابد من إثبات كمال الضد، وهذا أدب جم لابد أن يتأدب به طالب العلم إذا أثبت الله جل في علاه. فإذا نفى لابد من كمال الضد، إثبات كمال، إثبات كمال الضد. وإثبات كمال الضد تراه في الكتاب، قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا. يبقى إذا سألت لما لا تأخذه سنة ولا نوم؟ كمال حياتي وكمال قيوميتي. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسه من اللغوب التعب والإعياء، لما؟ لكمال قوتي وقدرتي الذي ذكرها بخلق السماوات والأرض في ستة أيام. وأيضا في قول الله جل في علاه ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤود حفظهما لما؟ لأنه العلي العظيم، لأنه العلي. ولا يحطون شيء من علمه لما؟ لأن علمه أحاط بكل شيء ولا يحاط به شيء أو لا يحاط به علم سبحانه جل في علاه. لذلك قال بين النفي وبين الإثبات، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. طبعا أنا فصلت القول في شرح الوسطية في القول على أهل السنة والجماعة ومن أهل السنة والجماعة وصفات أهل السنة والجماعة وتكلمنا عنها. هو يقول فلا عدول، لا يجوز ولا صح ولا يجرؤ بالإنسان أن يفعل ذلك. كلمة، لأنه لو فعل لهلك. لأن طريق أهل السنة والجماعة هو سبيل النجاة، وطريق أهل السنة والجماعة هو سبيل التمكين، وطريق أهل السنة والجماعة هو سبيل رضوان الله جل في علاه. اشترط الله للأعمال شروطا للقبول، واشترط الله لتمكين هذه الأمة شروطا للتقدم، ويكون لهم مطلق القيادة والسيادة والريادة. من عدل عنها لا يستطيع، من حاد عنها لا يستطيع أن يصل، لأن الله تعالى أناط المسببات بالأسباب، والنتائج مرهونة بالمقدمات، النتائج مرهونة بالمقدمات. لذلك هنا يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أولا فلا عدول لنا عن أهل السنة والجماعة، يعني ممكن نفهم من شرح السنة والجماعة جزئيات. فلا عدول لأحد عن أهل السنة والجماعة، لا عدول لما؟ لأن أهل السنة والجماعة هم الذين قد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد أوصى بهم الله جل في علاه. وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يغرس الله لهذه الأمة غرسا يستعملهم لطاعته أو لرضوانه أو لنصرة دينه. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فقال لا عدول أهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. إذن منهاج أهل السنة والجماعة هو الأثر، منهاج أهل السنة والجماعة هو الأثر. ولذلك قالوا الصراط المستقيم هو الذي جاء في الكتاب المبين، وأن أهل السنة والجماعة ما صح لهم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة ولا قادة للناس إلا بتمسكهم بما جاء به الأنبياء والمرسلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي فسيرى منكم اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا عدول بحال من الأحوال، لأن العدول انحراف، ولأن هؤلاء أهل السنة والجماعة اعتقادهم واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقادهم واعتقاد الرأي الأول، فقد اعتقدوا في ربهم الاعتقاد الصحيح، أثبتوا وحين أثبتوا فصلوا، ونفوا وحين النفي التنزيه، قد أجملوا مع إثبات كمال، مع إثبات كمال كمال الضد. فلذلك أنت ترى بأنهم أخذوا أيضا على الصفات على ظاهرها دون تحريف ودون تشبيه ودون تأويل، وعند التنزيه لم يعطلوا بل أثبتوا كمال الضد. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام. لذلك قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة
عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم، فإنه صراط المستقيم. يبقى ما لا عدول عما جاء به المرسلون، لأن ما جاء به المرسلون من رب العالمين هو الصراط المستقيم، ولا نجاة إلا بالصراط المستقيم. لذلك أمرنا الله جل في علا في اليوم 5 مرات أن ندعو الله جل في علا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. فإذا الصراط المستقيم هو الإسلام، صراط المستقيم الحق والإسلام، وما من نبي إلا وجاء بالإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد والإسلام التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فهذا جاء به الأنبياء والمرسلون، وهذا هو الصراط المستقيم حق. مسألة الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم واحد، صراط واحد، وفي هذا الصراط ولو كان فيه شعب لكن هو ضمن الصراط على الخلاف الفقهي، الخلاف الذي يسع. أما في الاعتقاد لو نظرنا بعين الاعتقاد فلا اختلاف في الاعتقاد، أهل السنة والجماعة لا يختلفون في الاعتقاد، عند التأصيل لا اختلاف، عند التطبيق قد يقع الاختلاف، قد يقع الاختلاف، لكن عند التأصيل لا اختلاف بحال من الأحوال عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. فهو صراط واحد، وفي الفقه هو صراط واحد لكنه متسع، ويحدث فيه الخلاف ساعة ساعة من الله جل في علاه، ويسع الخلاف إلا أن يكون الخلاف محسوما أو يكون الخلاف خلاف تضاد، فهذا لا يمكن أن يكون من الصراط بحال من الأحوال. نقول فإنه صراط الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ما جاء به المرسلون كما قلنا هو الإسلام. والصراط المستقيم الله تعالى يعني أفرد الصراط وجمع السبل، قال وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع، ولا تتبع صراط واحد ثم نتكلم عن السبيل، قال سبل جمعها. لذلك العلماء يقولون يعني أبواب الضلالة كثيرة كثيرة متشعبة، والحق واحد، وهذه أيضا من أدلة استدل بها أهل الأصول على أن الحق واحد غير متعدد، حق واحد غير متعدد. لذلك قال أن هذا صراطي مستقيما، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود خط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، وخط على جنبات الخط إيش خطوطا، قال على كل خط من هذا كل سبيل من هذه السبل شيطان. ولذلك الله تعالى قال وما أكثر، قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا قال الله تعالى ذما للكسرة، قال الله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن، ولذلك هو صراط واحد. وأما أبواب الضلالة فهي كثيرة وكثيرة، ولا يغرن المرء قلة السالك في الطريق الواحد، لابد أن يسير على هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه بعده الصحابة الكرام ثم التابعون ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صراط الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين، نقف عندها وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. على الأقل افتتحنا الكلام على الوسطية، إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله أيضا كما انتهينا من الكتب الأخرى في العقيدة بفضل الله، ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن يجعل ذلك في موازين حسنات. لو في أي أسئلة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل يليق أن ننفع عن الله الصفات السلبية مما لم يأتي النص على ذكرها على فيها على فيها؟ عليكم السلام وبركاته. لا ما يجوز، قلنا بأن النفي توقيفي وأن الإثبات توقيفي، فلا يصح أن تنفي عن الله إلا ما دل الدليل على نفيه، ولا صح أن تثبت لله إلا ما دل الدليل على إثباته، وإلا دخلت في مسألة الإلحاد. أي نقص منفي عن الله جل في علاه، لكن عند النفي في هذا الباب لابد لك من توقيف. يقول ما دليل الحسن البصري وعطاء رحمهم الله على جواز إسقاط الدين بنية الزكاة؟ هم يقولون بأن الزكاة حق المال وهو دفعه، ويرون بأن الدين هذا الذي على الرجل بأنه رجل فيها مسألة الإبراء، رجل عليه دين وله دين، فله الإبراء في هذا الباب في الإسقاط، على أساس أن الزكاة دين له لله جل وعلا، وعليه دين الآدمي فيسقطه عن ذلك، هذا مقابل ذاك، وهذا خطأ مبين. الفقهاء جمهور الفقهاء المحققين قالوا لا يصح. هل النفي مقدم على الإثبات في الصفات؟ إن شاء الله الأخت الفاضلة سيأتي الجدول سينزل معدلا إن شاء الله. حاضر. هل النفي مقدم على الإثبات في الصفات؟ أنا مش فاهم السؤال، يعني إيه النفي مقدم على الإثبات؟ حين النفي ننفي وحين الإثبات نثبت.
لا يمكن ان تجد صفه منفيه مثبته الا فقط في الصفات المقابله في الكيد والمكر والاستهزاء. فهي تنفع حين نفعها الله في علاها، حين لا يتصف الله بها، وتثبت حين اتصف الله بها. يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، ومكروا ومكر الله، يمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. نعم. يقول هل يصح قياس الاولى في الصفات؟ نعم يصح قياس الاولى في الصفات، لكنها ليست ايش؟ على العموم. ولذلك نقول بان عدم الانجاب في الرجل عقد ونقص، وهي في الله في علاه ايش؟ كمال، كمال سبحانه وتعالى في علاه. نعم. تقول ما دمنا نقول ان الصفات توقيفيه، فما هو طريق اثبات الصفه؟ طبعا احنا اصلا صراحه شرحناها، لكن انا ساعطيها يعني اجمالا. طريق اثبات الصفه اولا التصريح بها، التصريح بالصفه. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، قول سلم ينزل ربنا لا ثلث الليل الاخر. ايضا قال ان الله عجب ربكم من صنيعكم، يضحك الله للرجلين. فالتنصيص على الصفه، اثبات الاسم الذي يتضمن هذه الصفه. نثبت الصفه بالاسم، لان الاسم لابد ضروره ان يتصف بهذه، يتضمن هذه الصفه. احنا قلنا بان اسماء الله اعلام واوصاف. فاذا قلت مثلا العلو، فنثبت العلو بالاسم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، فنثبت العلو بايش؟ بالاسم. فهذا طريق، والاجماع طبعا في هذا الباب، غير ذلك لا يصح. تقول الاخت الفضيله تقول مثل قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا تصريح او الان تنصيص على الكلام، لا سيما ان المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل.